بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم عن طابعات لوكاي، سواء الليزر الأسود أو الليزر الملون. طبعا لوكاي ما عندهم إنك جيت أو ديسك جيت، عندهم ليزر أسود وليزر ملون. صحيح طابعة الأوكاي تعتبر نقول من أفضل الطابعات في الجودة، من أفضل الطابعات في جودة الطباعة. هذا أهم ميزة في طابعات الأوكاي. يعني هاي مثال مثلا على جودة الطباعة، صعب نحصل بالغالب الصحيح طابعة بهذه الجودة للي بيبحث عن الجودة، ولكن هناك صحيح ممكن نقول سيئات كثيرة لهذه الطابعات للأسف. طبعا من هذه السيئات الصحيح ارتفاع سعر الأحبار. عندنا أربع أحبار، عندنا أربع أحبار كالعادة في طابعة ليزر، بس تعتبر الصحيح الأوكاي من أغلى الطابعات في الأحبار نوعا ما. أسفل الحبر في عندنا شيء اسمه الدرم، هذا هو الدرم مكون من أربع أسطوانات، برضو سعره مش سهل، وللأسف أحيانا يعني بتلف قبل ما ينتهي اللايف تايم له. هذه للأسف الصحيح وجدتها، يعني قبل ما ينتهي اللايف تايم مثلا بكون لسه بعد له 10% وبكون الدرم تلف. أحيانا بصير فيه خدوش، أحيانا بتصير فيه الطباعة وسخة. ما في مثل ملاحظة الدرم لسه فيه 7% وبرضه صار يطلع خط على حافة الورقة تلف. طبعا برضو في عندنا شيء آخر اللي هو البلت، أوكي برضو إله ثمن. أحيانا برضو الفيوزر بتلف نوعا ما، ممكن أحيانا لاحظت بعض الموديلات بشكل سريع أحيانا يعني، وهذا كله إله ثمن. أي بآخر في هذه الطابعات اللي عملية نثر الحبر، نلاحظ أسفل الدرم مجرد تحريك الدرم شلناه كيف الحبر بسقط من الدرم بسهولة. الحبر الأزرق إذا ملاحظ أكثر شيء، والحبر الوردي هذه برضو مشكلة أخرى ومتكررة بشكل نوعا ما ملحوظ. نلاحظ كيف الأحبار نازلة بين أو داخل الدرم، يعني لو شلنا هذا الحبر نلاحظ كيف الأحبار فيها مشكلة. أحيانا النثر بكون طبعا لاحظ مجرد تحريك الحبر، أحيانا بكون النثر للأسف بسبب قطعة سفنجية موجودة حول الهول أو حول فتحة الحبر الموجودة في الدرم. في قطعة سفنجية راح نشوفها في أحد الحلقات وكيف نعالجها إن شاء الله. هذه القطعة أحيانا بتكون مقصوصة، وبالتالي الطابعة بصير تنثر حبر بشكل كبير جدا. في لوك هنا ممكن نفتح بسهولة عليها. طبعا ما بصير أركب الحبر وهذه الفتحة مفتوحة، لا لازم نغلقها أول شيء قبل ما نركب الحبر. لازم نغلق هذه نرجعها مكانها إذا كنا فتحناها. نلاحظ أن التسريب الحبر أحيانا يصل إلى الورقة، ولكن لمعالجة المشكلة ممكن نطبع ورقة ورقتين. نلاحظ بالبداية كان قوي، بعدين أوتوماتيكيا بتلاشى. أخرى مهمة، أحيانا نتيجة إغلاق الكفر بطريقة غير سليمة، نغلقه من الجانب مثلا، نضغط عليه من الجانب الأيمن الزاوية اليمنى أو من الزاوية اليسرى، هذا الصحيح في الأوكاي غير صحيح، لازم نسكره من الوسط. أوكي، تسكيره من اليمين، الضغط عليه من اليمين أو الشمال أحيانا يؤدي إلى سقوط الـ LEDs، وأحيانا بسقطه نتيجة نقل الطابعة من مكان لآخر، تعرضها للاهتزاز بيؤدي إلى سقوط الـ LEDs. بسقوط أنا هذول الـ LEDs لاحظت بشكل كبير في هذا الموديل من الطابعات. طبعا إذا الـ LED سقط وهذا اللي بصير، وحاولنا نغلق الطابعة زي هذه الطابعة مثلا، هذا الـ LED الأول مثلا وجدته ساقط فيها. إذا حاولنا نغلق الطابعة
هذه العملية بتؤدي إلى كسر المثبت، هذه القطعة البلاستيكية اللي بثبت لنا ال اي دي. مش لازم نغلقه نهائيا، مش لازم نغلق الكفر نهائيا، لازم نقوم أول شيء بعملية تثبيت ال اي دي ورجعه إلى مكانه. إذا بنلاحظ هذا ساقط في المجرى بين الأحبار، لازم نخرجه ونركبه. هذا بنلاحظ هذا ال اي دي، نحاول نركبه مع بعضنا. أول شي بنركبه من جهة الشمال، طبعا بنحط الزنبرك في نتو المكان تاعه، والزنبرك الثاني نفس الشيء. بعدين بنركب الرايبون، عملية شوية نغيلها. بعدين نفتح شوي هذا اليمين باللطف، هيك بنكون ركبنا ال اي دي. نقدر نسكر الطابعة من الوسط، من الوسط بأمان. طبعا ما بقدر أركب ال اي دي، ممكن يشيله من الطابعة، على الأقل يشيله من الطابعة، وبعدين أقوم بإغلاق الكفر. أوكي، هذه النقطة مهمة جدا، ولو بدلنا مكان ال اي ديز ما في مشكلة. برضو لو بدلنا مكان ال اي ديز ما في مشكلة. برضو من ضمن المشاكل أو سيئات هذا الطابع الصحيح كثرة الايرور كودز. يعني هذه مثلا سيرفيس كول 990 ايرور، له معنى طبعا، ممكن احيانا نحصله اوكي بالنت، واحيانا ممكن ما نحصله. وهذه الايرورز كثيرة جدا في الاوكاي الصحيح، يعني اي شيء بسيط سيرفيس كول. طبعا احيانا ممكن يكون بسيط، ممكن يكون صعب. من ضمن السيئات اللي قلناها انه اسعار القطع مرتفعة، الحبر والدرم والبلت والفيوزر. طبعا هذا مشكلة طابعات الليزر اللي انا دائما صحيح ما بنصح فيها، يعني بتكلف لها 600-700 دولار اسعار هذه القطع. طبعا بفرق عملية تبديلها، الحبر دائما بتبدل بشكل اكبر، بعدين الدرم، بعدين البلت، بعدين الفيوزر. مشكلة هذه الطابعات الأوكاي الصحيح برضو، يعني هذه القطع أحيانا في البرذر مثلا بسهولة ممكن نصفر الدرام وعمره يطول. في الأوكاي مثلا أحيانا بنتهي الدرام زي ما قلنا أوكي، وبتلف قبل ما ينتهي عمره الافتراضي، وعملية تصفيره برضو يعني صعبة جدا في الغالب أوكي. ممكن عن طريق شرائح نشتريها أونلاين من النت، طبعا لأنه برضو ما في داعي نشتري هذه الشرائح لأن عمره الافتراضي الصحيح أو بنتهي، نقول بتلف قبل ما ينتهي عمره الافتراضي. في ملاحظة مهمة بالنسبة للأحبار، الحبر الأصلي بيكون بالغالب محفور عليه الأوكاي، كلمة أوكاي أوكي، حتى الأسود محفور عليه، بينما هذه الأحبار غير أصلية مع كلمة ما عليها كلمة أوكاي. هذه برضو لونه بس ما في عليه محفور كلمة أوكاي نفس هذا. لاحظة مهمة أخرى، قبل ما نبدل الحبر نتأكد لازم من تقرير الطابعة، وخاصة وضع الدرم. إذا الدرم مثلا النسبة فيه بسيطة جدا، 1% أو 2% أوكي، ما نركب عليه حبر جديد، لأنه رايح كمية كبيرة من الحبر تنزل داخل الدرم اوكي. لانه ملاحظ اسفل كل حبر في مغارة ما شاء الله اوكي، تاخذ كمية كبيرة من الحبر، يعني معظم الحبر بروح داخل الدرم. فالدرم اذا كان مخلص ممكن يطبع له كم من ورقة يتوقف، بالتالي الحبر اللي راح داخل الدرم كلياته خسرناه. طبعا ثمن الحبر مرتفع وثمن الدرم مرتفع، ممكن بدلنا الحبر ما نقدر نبدل الدرم، بالتالي خسرنا الحبر وخسرنا الدرم. ممكن الحبر المتبقي نستخدمه في طابعة أخرى، هاي ملاحظة مهمة جدا. طبعا بالنسبة للريبورت بسهولة ممكن نطلعه من خلال المنيو، نضغط عليها ندخل على انفورميشن منيو، برنت منيو لاب، يوزج ريبورت، في عندنا الديمو، في عندنا
طبعا هو اليوزج ريبورت، مفروض ايش هذه الريبورت اللي ممكن نطبعه، ونقول له اوكي. كثرة نثر الحبر زي ما احنا شايفين بالغالب يؤدي الى ان الويست يونت تصير فل بشكل سريع. اوكي، اذا صارت فل طبعا الطباعة بتصير وسخة، لازم اما نفرغها، وهذه نوع عملية نوعا ما خطرة على الرئتين، لازم نفرغها في كيس ومنطقة مفتوحة ما حتى ما يصل إلنا غبار الحبر. طبعا الويست يونت في هذا الموديل جاية، أو في الطابعة هذه جاية مع البلت نفس القطع. هذه الويست يونت، نلاحظ الويست يونت قاعدة بتنثر الحبر برضو بشكل كبير داخل الطابعة لأنها صايرة فل، بدها بحاجة إلى تنظيف. طبعا إذا أعطانا إيرور على الويست يونت إن بحاجة لتبديل لازم نبدلها، حتى لو نظفناها بالغالب ما بنستفيد. بدنا نلاحظ عملية تركيب البلت زي ما قلنا، يعني أي خلل فيها أحيانا ما بركب بشكل سليم، بالتالي بيؤدي إنه الدرم يرتفع للأعلى، والطابعة بتعطينا إيرور كود، وخاصة في الطابعات البلاك. يعني بلاك زي هاي الموديل B401D أو B411، لو لاحظنا عندنا طبعا حبر واحد ودرم واحد، حبر كبير ودرم. هذه القطعة تعادل البلت في الملون، هذه القطعة أحيانا ما بتركب، يعني الكليبات تركيبهم أحيانا بكون مو سليم. هذه القطعة إذا ما ركبت بشكل سليم الدرم بيرتفع، تأدي انها الطابعة تعطينا ايرور كود، لازم ننتبه لهذه الملاحظة. نلاحظ ان بعض الكليبات احيانا ترتد ما بتمسك بشكل سليم. الاليديز احيانا بتتوسخ، بتأثر على جودة الطباعة بين فترة واخرى، لازم نقوم عملية تنظيف للاليديز برق محارم او بقطعة قماش. اوكي، حتى نحافظ على جودة الطباعة. البلت برضو ممكن ننظفه. اوكي، احد المرات لاحظت انه البلت تح اسفل منه اربع رولات، هاي واحدة، هاي ثنتين، ثلاث، اربع. احد المرات حصلت انه احد الرولات خرجت عن مسارها، ارتفعت للاعلى، بالتالي بيؤدي الى ارتفاع الدرم للاعلى، وبتصير الطابعة تعطينا ايرور على الدرم بسبب هذه الرولة المخفية اللي ما احنا شايفينها. اوكي، فهاي نقطة مهمة. طبعا اذا صار في خلل بحد الرولات ممكن يؤدي الى تمزق في البلت. لما يكون وضع الطابع بهذه الطريقة صحيح ممكن يأثر على السنسورات تحت الطابعة. الطابعة لها سنسورات على الجنب. اوكي، فممكن نقوم بعملية تنظيفها باستخدام منفاخ الهواء البلور. اوكي، سعره مش غالي، مفروض يكون كل واحد عنده موجود في الصيانة. اوكي، ننفخ باستخدام المنفاخ في منطقة مفتوحة زي ما قلنا، لانه هذه الاحبار خطيرة على الرئتين، بعد ما نشيل كل القطع. ملاحظة اخرى، احيانا ممكن نحصل شيء ملتصق مثلا زي هذه النقطة على الدرم، مثل هذه النقطة الصغيرة، ممكن إذا ظهرت على الورقة هذه النقطة بتكون زي العلكة يعني ولا شيء، ممكن نقوم عملية تنظيف للدرم وتروح هذه المشكلة. الدرم أحيانا ممكن نقوم عملية تنظيفه بين فترة أخرى إذا شفنا الطباعة نوعا ما اتسخت. أحد هذه الرولات اوكي او التيوبات اذا صار في تلف، وكان عندنا وضع الدرم يعني مثلا في نسبة 60% بعده صالح، تحدث هذه انه بنخدش او كذا، ممكن صحيح انا قمت بتبديل احد الاسطوانات هذه لوحدها من درم ثالث. اوكي، بحاجة لجهد شوية. اوكي، ممكن نتدرب في الدرم التالف. اوكي، وبعدين نقوم تبديل احد الاسطوانات التالفة على اساس ما نشتري درم جديد، لانه الدرم عبارة عن قطعة واحدة، ف
فممكن نبدل أحد الأسطوانات وتمشي الأمور. يعني أحد الأشخاص مرة استخدم الورق اللي هو فيه الاستيكر، فالتصقت الاستيكر في الدرم، مجرد التصاقها في الدرم أدى إلى تلف أحد الأسطوانات، قمت بتبديلها ومشت الأمور. ما احتجنا نبدل الدرم كامل، الأصلي تقريبا ثمنه بحدود 300 دولار، والأحبار تقريبا نفس الشيء. ملاحظة أخرى، أحيانا الدروج في طبيعة الأوكاب تصير خشنة بعد فترة. أوكي، ممكن نقوم بعملية تزييتها، وخاصة المناطق اللي يعني بتتلامس مع بادي الطابعة زي ما بنلاحظ. أوكي، ممكن نقوم بعملية وضع قليل من الزيت على أساس يصير الدرج نوعا ما ناعم. في النهاية حاب أطلعكم على بعض الأمثلة اللي واجهتنا بهذه الطابعات. ملاحظة هي طباعة أحد الطابعات، السبب كان إنه استخدام ورق الاستيكرات. هذا الورق اللي بكون في استيكرات، مجرد أن الورقة صارت تستك داخل الطابعة والتسقط في أحد الدرمات أدى إلى تلف الدرم الأسود، وصارت هاي ضد طباعتها. واستطعنا نبدل الأسطوانة تاعت الأسود لوحدها فقط من أجل أنه ما نبدل الدرم كامل. هاي مثال ثاني، بنلاحظ كيف الكتابة مقطعة. أوكي، هاي الصحيح كان بسببها أنه البلت في تقطيع أو يعني تمزق في البلت. هاي مثال آخر، بنلاحظ كيف الكتابة ظاهرة متداخلة. أوكي، دائرة الألوان كيف صار لها ظل. هاي الصحيح السبب كان فقط أنه عملية تركيب الـ LEDs، فكها وتركيبها من جديد حل المشكلة. هذه تقريبا يعني بعض الملاحظات اللي حبيت أوصل لكم إياها، إن شاء الله تكون مفيدة. نلقاكم إن شاء الله في مرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.